سلامات أكيد أفندم سلامات ناسي سن أهلين حضرة الباشا ويش في تنين مجرم مرخ من هون حلق حلق أنت بيشوف وين راح هذا فلد مجرم مجرم شو أكيد هذول اثنين ضباط فرارية خيي والمستشارية عم بتدور عليهم بدها إياهم بالوقت والساعة ايوه لا ماشي ماشي رجي سبعي نعم سيدي لازم تنين فراري ما يطلع من حارة هذا فراري خاين هذا سيس كافر لازم قازوخات لازم إعدام إعدام أول مالي شو هالحكي؟ ايه والله يا أبو لطفي أنا شفتهم بعيني جماعة الكركون والضابطية معبين الحارة وعم يدوروا عليهم أوف 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 حدا شافهم غيره؟ ما بظن الله يجيرك يا أبو خيره بس ما يلقطون عنده والله بروح فيه نحن لازم نلاقي لهم تخرجي من الورطة أبو لطفي فهمت؟ بس شلون؟ عم فكر أبعث لهم لايتين مع الوالدة يستنوا لحتى تعتم العين وبيلبسوهن وبيطلعوا وراح بحكي مع أبو شومان يحضر حاله هو وبضيات الحارة ويجهزوا سلاحهم ويقعدوا ببيوتهم إيش كان سمعوا صوت قواص فهن يطلعوا فورا قلتك تصل الأمور لهالحد هاد والله ما بتعرف يا أبو لطفي كل شي ممكن يصير الله يستر وأنا من يمي راح أضل حايص حوالين بيته لأبو خيره انت عمل جهدك تخلصوا من هالمشكلة هي بس بلا مشاكل ها لا يكن لك فكرة أبو لطفي لا يكن لك فكرة السلام عليكم ناسيسين وعليكم السلام الحمد لله شو صار معكم مع هدول المجرمين؟ كمشتوهم؟ والله يا أخي ما لقيناهم تقول فص ملح وذاب داب 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 كله داب داب هذا كلام مش كويس برنجي صبائي هذا فرد مجرم لازم كلبجات نحن في مسؤوليات لازم حراسات مشددات كاينجا يا أخي ما سدينا كل منافذ الحارة وانتوا اهدوا خلاص الا من لاقي طريقه ان شاء الله عن اذنكم عملها ابن العياش شوف فسد علينا مريح لقمتي هاتي الفرد لك اسمعي لك تقربي من الباب وبتقولي مين واذا حدا سالك عني قولي له مو هون قربي اشوف مين؟ أنا مشاهد افتحي شو جابها عنا؟ شو بدها؟ شو بعرفني؟ اسمعي لليك قلي لأنه أكيد ابنها بعتها لحتى تشمشم له أخبارنا خلص خلص بالله بالحسنة لأنه هلأ بتزعل بيكون ابنها ما بده يفسد علينا بس بده يفسد علينا روح أنت اللي عم تشوفك روح شوفي يا أهلين وسهلين يا أهلين وسهلين تفضلي هلأ مو وقت الأهلين والسهلين أم خيره بدي إياكي خير في شيء في شغله ضروريه جاي من شانها ايه تفضلي تفضلي لجوا على المضافه تفضلي اهلين خالي بشاهر اهلين حبيبتي تفضلي أبو خيرو أبو خيرو قرب شوي لقلبك خير شوفي مشاهر عاوزتك بشغلة لك ما قلت لك إنك تقلقيها إذا كانت جاي مشان هديك القصة قلي لها ما في عنا بنات للجواز ما في نصيب خليها تحل عنا بقى لك المخلوقة بدها إياك مشان الجماعة اللي عندك شو؟ إيه مشان هيك روح شوف شو بدها قلي لها خليها تحط على رأسها يلا ربي يوافق يا رب من هو هذا بدي يوافق؟ هذا أخي مسلم كنت عم أقول يا بي إنه يا رب يوافق روح يجيب لي بزر من الدكان أيوة يجيب لك بزر يلا Thank you.
بيقول لك شاهر خد هالملايتين وبس تليل الدنيا خليهم يلبسوهم، وبس يدق عليكم الباب بيطلعوا وبيمشوا معه على بنا انهم امه واخته، وهيك ما حدا بيشك بنوب. وهلا وينه شاهير؟ يقبر قلبي ان شاء الله. والله خايف عليك يا اخي ابو خيره، رايح جاي بهالحاره من قدام بيتكم خايف يصير شيء، الشباب كلهم جاهزين. يلا بخاطركم خليكي ام شاهر، ما شربتي القهوه؟ تقبريني لا يمل مشروبه، هلا البنات بيستعوقوني. اختي ام شاهر، امور اخي، سلميلي على شاهر وبوسيل ياه من بين عيون الاصيل. اصيل بيوصل ان شاء الله، بيوصل. انا ظلمتك كتير يا ابن عياش، لك الله محيي اصلك. السلام عليكم. أهلين وسهلين. يا غيروا لي والبسوا هالملايات، مسك هاي وحده وهي وحده لك. يلا الله محيي البطن اللي حملك يا شاهر. أكيد أفندم، أنت بيروح بيجي في زقاق، أنت في مشكلات؟ لا ما في مشكلات ولا شيء حضرة الباشاويش، نحن عم نحرس الحارة من هدول الفرارية اللي حضرتكم عم تدوروا عليهم، خايفين يأذوا شي حدا من أهل الحارة. تشوكوزال أكيد أفندم، تشوكوزال. احترامات هاشم افندم، ناسيسين. يا اهلين وسهلين باشاويش، تفضل. معلوم هاشم افندم، معلوم حضرتنا لازم زيارات حضرتكم. يا اهلين وسهلين باشاويش. هاشم افندم. في اكلات برنجي مزبوط هاشم افندم، مهاشي، كباب، لحم، هبر هبر. اهلا وسهلا، تفضل. حضرة الباشاويش، نحن إيش كان بدك طابخين أكل كتير طيب، كله لحم بلحم، فإذا بدكم شو بتعشوا عنا؟ لا 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 هاشم أفندم، عنده أكلات تمام قاينجة. وازل وازل، بكرة أكيد أفندم، بكرة حضرتنا ممكن زيارات حضرتكم. عمي بخيرو، خذ لنا طريق بمعيتك. يلا هي عن إذنكم تكي. أهلا فضالة. أمان يا ربي أمان، هذا طبنجة لمين هاشم أفندم؟ إلي. أمان يا ربي أمان، لا 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 هاشم أفندم، هذا طبنجة مش إليك. يعني إذا مو لي لمين بده يكون؟ يعني إلي، إلي أكيد إلي. هذا طبنجة ممنوعات هاشم أفندم. مزبوط؟ إيه مزبوط، بس يعني أنت منا وفينا ولو، وإذا عجبتك وبعينك ولو تكرم عينك بتقدر تاخدها. أوه شباش شباش، تشكرات هاشم أفندم، تشكرات إدريم. بعد إذنك خيب وخيره، بعد إذنك أنا متضايق، بس أنا متضايق شوي، إذا بتريد تخذ طريق بدي فوت حبيت الأدب. أي تكرم عينك، تفضل. يلا يلا يلا، تفضل يا أخي مشاهدان، تفضل.
اسمع خي ابو خير. خير. اني خي بديش فوت على الحمام. نعم. لكن لوين رايحين؟ لك يا خي متعب قلك بديش على قرني. خي واني جاي لعندك بعيني هذه قشعتهم للشباب فايتين جوا على البيت. شو؟ تخافش خي؟ إسا بتحط له سم الهاري لهذا اللي جوا بتخليه يتحورق وقلعه، وأنا إسا بطلع لبرا بفضي الحارة من العساكر كلها، بدي إياك تطلع الشباب كلهم من الحارة، الحارة كلها، شغلي حمياني يا أبو خيرو، وفيها قطع روسها. أصيل يا أبو سدعان أصيل. ربي يقدرني على مكافاتك. لك شو عم بتقول يا زلمة؟ شو عم بتقول أنت؟ ما أنا منكن وفيكن، بعدين يا خي الظفر بيطلعش من اللحم. شهم، شهم يا أبو سدعان، الله محيي البطن اللي حملك. تفضل عمي شاير تفضل. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك. مع السلامة. راحوا؟ ايه الله يستر عليهم ويحميهم. شاهر راح معهم؟ ايه. شفت شلون يا رجال؟ الناس لبعضها والضفر ما بيطلع من اللحم. صحيح. مين؟ أنا افتحوا لي. إيه هذا خير وإجا من الدكانة. فوت يا مخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا أبي؟ الله يسلمك. فوت ارتاح جوا فوت. عقيد، إلي الشرف أقدم لك هذا السيف والترس. تعلقوا نوم بالمضافة على بين ما الله يفرج عليك وتستلم سيف عياش وترسه. يا عيب شو منك؟ ما بدنا غير سلامتك عمي. امسك لك ابني امسك. انت رجال ابن رجال. والسيف والترس احلى هديه للقبضايات. القبضاي لحاله هو اللي بيعرف قيمتهم وبيعرف شلون يحافظ عليهم. امسك. نحن من بعدك عمي بخيرو. بس اوعى تفكر انه السيف هو اللي بيحمي القبضاي. يا ما في حريمات انقتلوا بسيوفهم. اي والله هذا الحكي معدل. شرف عمي بخير وشرف استريح. قبل ما اعود انا حابب اقدم لك المحرمه، هديه من رجال لرجال. هاي المحرمه طرزت لي اياها بنتي سعاد، الله يستر عليها وعلى حريمات الجميع. يسلموا ايديك عمي بخير. عليم الله اني انا صرت عم اتعلم الرجوليه منك. اللي شفته منك هذاك اليوم بيرفع الراس. سرك كبير عمي وانا بفديك بروحي. لك تسلم لي روحك يا غضاي. شرف يا شرف. يلا. اي والله لولا العيب والحياه لزلغت. لا ليش بتزلغتي؟ يو ليش في احلى من هيك فرحه تقبرني؟ معك حق عمي معك حق، بس يعني ما في فرح بعد المرحوم. الحمد لله اللي الله هداك يا ابو خيره. يا مو اسمه صارت وصارت، وابو خيره هلا مبسوط منك. شو رايك روح اخطب لك سعاد؟ امي مرحومه ابدها ما صار له مده متوفي. انا ما بقدر اخطب واتجوز قبل ما يمر سنه على وفاته. شو صار بالشاي يا فهمية خانو؟ يلا اخي يلا جاهزه. يسلموا هالايدين. ايديك يا مو. انا بدي اشوف اختك شهيره، بدك شي منها؟ لا امي سلامتي. كيفها الصغيرة؟ بتبوس ايدك. شو سموها بعدين؟ ما سموها يا مو، عم يستنوك لحتى تروح لعندها وتشوفها وتسميها. ايه صحيح يا مو. شو صار مشان صهرك ابو حدو؟ ليش هو ابو حدو؟ عم قول يا مو يعني بركة بتلاقوا حدا ينام بالطاحون، لانه اختك صار وراها ولدين وما عادت تقدر تجي لعنا تنام يوم ايه يوم لا. ايه شو عليك؟ يا أولادي الله يرضى عليكم، أنتوا بس تشوفوا تحاشوا بعدوا عنه. لأمتى بدنا نضل خايفين منه عم نتحاشى يا بي؟ لك يا ابني، يا ابني الرجال معه حق، محروق قلبه على ابنه والله يعينه. بس يا بي زودها كثير، كل كم يوم بيربط لنا على الطريق ونحن كرمالك عم نغير طريقنا، سود وشنا قدام العباد. يا بي أخي عرف عم يحكي مزبوط. يا ابني بدنا نتحمل، بدنا نبعد الشر عنا. لكن إيه يا بي شحوا جاي ناحيتنا. وجه الله محمد رسول الله عليك يا ابو محمود، تكفينا شرك. انا جايكم ضيف
ضيف؟ يا اهلا وسهلا بالضيف، تشرف. ضيف يا ابو عطا. تفضل. شفته يا ابو عطا، شفته بعيني. وين شفته يا ابو محمود؟ شفته بباب سريجي. لك هو لمحني ما تقول الا كبتون ملح وداب، ولحقت لك يا دور عليه، عجزت وما كنت لاقيه. انت بتعرفه من الاول عمي ابو محمود؟ لك لكان شلون؟ لك كان رفيقه لابني من الروح للروح، وكان ينام عنده بالبستان. منين هو؟ هو من الشام للميدان. معناته اخي راح لديار الحق. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. عملوا عزا لاخوكم يا ابي. ما بتستاهل هالضربه يا ابو عطا. ايه ما كان لازم تقريب. شلون ما كان لازم اقرب يا تاج راسي؟ انا شفت وشك بهذيك الشوفه وطار عقلي، انت تفضل على راسي. لا تواخذنا عقيد، غلطنا بحقك. انتوا اللي لا تواخذونا يا جماعه. انتوا ضيوفنا 100 اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله العمر لكم. يسلم عمرك. ومشان تحسين كل شيء بنعرفه عنه انه احترق وفطيس، ومثل ما خبرتكم عمي ابو عطا نحن متبرين منه لانه زلمه واطي وكلب. ومعلومك يعني نحن عيله معروفه وإنا سمعتنا بين الناس، ولا بعمره ابن مره جاب معدلنا بالعاطل. ايه والله والسبعه نعم يا سيدي. ومنك يا عمي ابو عطا بقى، مشان هيك ما بنسمح لواحد واطي مثل هذا الكلب يجي ينزع سمعتنا هلا بين الناس. بس انا اللي ما عم يفوت بقالي انه تحسين لساته عايش لهلا. والله يا اخي ابو فهد نحن ما شفناه بعيننا، بس اللي شافه اكد لنا انه هو. وذاتا نحن يعني بلا منقوديه لا بنعرفه ولا شفناه بحياتنا. طب بركض ان شايف له شي واحد بيشبهه، ويخلق من الشبه 40. كل شي بيصير يا تاج راسي. بدي اياكي بكره تعاملين لنا طبختين ثلاثه هيك كبار دسمين. ليش خير ابن عمي عازم حدا على الغداء؟ بكره ان الله احيانا حابب اعزم ابو لطفي وشاهر عقيد الحاره. شاهر عياش ما غيره؟ ايه شاهر عياش عقيد الحاره. الله يسمعنا الاخبار الحلوه، ان شاء الله قلبك صفي من ناحيته. لك يا مرا انا بحياتي ما كرهت حدا، بس كل ما كنت روح من ناحيته سبحان الله هيك تصير نكزه تنكوز منه تنعرز منه. الله يصفي القلوب ويحبب الناس ببعضها. الهي وانت جاهي يا رب. يلا بخاطرك. الله معك. يا مو شو في يا مو؟ ما في شي. شو كان ابي عم يقول لك؟ كان عم يقول لي مشان اطبخ لك كم طبخه دسمي. ايه وليش يا مو؟ مشان يعزم رفقاته على العشاء وغيره. ومين هدول رفقاته؟ مو ضروري تعرفي. يلا روحي كملي تكنيس الغرف. عم يقولوا انه صاروا لاعطين لهلا اكثر من 1000 زلمه. ولا طيب؟ ايه. وشو عاملين دخلها؟ عم يشتغلوا ضد الدوله العليه. لك شو بدهم بهالشغله؟ لك ولا مصيبه، لجمال باشا ما عنده لا مشرقه. يعني برايك مش يقولهم؟ والله الله العليم، الله يجيرهم يا رب، الله يجيرهم. امين. الله يجيرهم كلياتهم. الله يجيرهم. امي ابو روحوا انت واخواتي عن بيت ابو خير وشوفوا عليهم، شوفوا اذا عاوزين شيء بدهم شيء. لا تتركون امي الله يرضى عليك، لا تتركون. تأمر يا مو مثل ما بدك، الله يكون بعونه. يا مو ما عرفتوا ليش حبسوهم؟ لسه ما تأكدنا من شيء، كل واحد بيجي وجايب معه خبرية شكل. الله يفك أسرهم ويفرجها عليهم. آمين. بدك شيء يا مو؟ عاوز شيء؟ سلامتك تقبرني. دعيلي. إلهي ربي يحمي ويرضى عليه وييسر لي أمرك. آمين. الله يحمي عليكم. معقولة تحسين لساته عايش؟ لا لا أكيد هذا شي واحد بيشبهه. لو لساته عايش كان بيا، لكن ندرينا. شو؟ لا حوام شغل اللي بيساوي القهوة والشاي والزهورات بقى جا اليوم لأنه ضعيف، مشان هيك ما بنقدر نلبي طلبات الزباين. لا لا بلا ما تبيع، بس لا تسكر، ممنوع تسكر أي دكانة أو قهوة. افتح افتح. أمرك معلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هالحكي؟ إيه والله عقيد هيك هم يقولوا. والله إش كان هذا الحكي صحيح؟ لا أحرق الأرض تحت رجليهم. وعى هيك. مين؟ أنا يا مو. تفضل يا مو. أهلين أخي. أهلين أختي. أهلين تقبلني. طمني شو صار معك؟ هاشم افندي وابنه ما انهم مشلومين الحمد لله. الحمد لله. بس انا دردست من بعيد لبعيد
وعرفت انه في ناس كثير موجودين بالحبس وعم يحققوا معهم، وهاشم افندي وابنه لساتهم محبوسين. انت مانك على بعضك يا مو، مخبي علينا شيء؟ احكي الحقيقه يا مو برضاي عليك. هي هي الحقيقه يا ام شاهر، هي هي الحقيقه. بس انا اللي قاهر ومؤثر فيني انه الشباب اللي شنقوه من خيرة شباب البلد. يلا يلا. لك شباك لك دحام، شباك هيك مثل الحريم، قوم. اخ يا صياح، عظامي عم ترجف رجف. ايه تعال تعال اشرب لك شفة، بإذن الله بتقوم مثل الحصان شاب. يا ريت، نفسي عم تلهي وعظامي عم بتكتك لك شو هالبردات. خير شباك ليه عم تطلع فيني ما في شيء. وقف لي هالسم الهاري، بكفي شرب اليوم. لك مو انت قلتلنا انه نحن اليوم معفيين من صلاة الصبح؟ مظبوط، بس في عنا مشوار وش الصبح. يعني في عملة؟ في رزق مرتبة؟ على كيف كيفك. يا عيني عليك، آخر قرفة. لك أنا قوم نام بكير مشان ما تعذبني من على بكرة الصبح. ايه مو على أبوه على مخي، لك تقبشني. اليوم يومك يا شاهر الكلب. صياح مور عقيد، روح انت نام بالبيت، انا بايت هون الليلة. معلش يا عقيد بنام هون انا. خذ معك صبحي وعبود بيسلوك على الطريق. لا لا عقيد ما يعني خلصنا روح هلا. تمر عقيد تمر شرف. عم سبني لك شباك انت التاني. مين مزعلوا العبود؟ نصري زعلوا عقيد. نصري؟ كم مرة قلت لك أنا عبود ما بتزعلوا؟ الله وكيلك يا عقيد ما عم زعلوا، بس هو بيحشر أنفه بكل شيء. شو ما ساوي ما بتزعلوا؟ عم تسمع؟ تأمر عقيد. يلا راضي لشوف. تأمر. هات وسيم من راسك. يا باطل ما عم يقبل. عبود يلا لشوف. يلا عم قل لك. هيك ها، هيك بدي اياكم مثل الاخوه، تحبوا بعض تحترموا بعض. يلا اطلعوا لفوق فرشوا لي بشي اوضه على السريع. تأمر عقيد. تأمرك عقيد، تفضل. شفته يا ابو عطا وعرفت بيته كمان. شو هالحكي يا ابو محمود؟ الله وكيله لك احلى بشاره مني عمي ابو محمود. لك وين بيته؟ بس اللي وين مشان الله. طولوا بالكم يا اولادي، طولوا بالكم، خلينا نعرف من الرجال. اخ يا ابو عطا اخ، بس لو كانت معي الشبرية أو الطبنجة كنت هلا قاتله ومرتاح منه. لك أنا من يوم ما عرفته وأنا ما بطلع من البيت إلا وسلاحي معي. لك بس شو يوم اليوم نسيت ما بعرف. لك أخ وكل الله أبو محمود، وكل الله. لا إله إلا الله. لك لا، الكلب عامل لي حاله شيخ وفكر إنه ما حدا بيعرفه. إيه والله من بين ألف رجال بطالعوا. وين ساكن الرواطي؟ ساكن بحارة اسمها حارة البحرة. متأكد يا أبو محمود إنه الكلب ساكن هنيك؟ لكن متأكد سيدي، وعرفت البيت كمان.